مرحبا بكم وعلى السلامة. معكم شيف وفيق. اليوم مش نعملوا وصفة صحية باهية للرياضيين اللي فيها بتعطي برشا انرجي وبرشا بروتينات، اللي هي روز بالجمبري على الطريقة الإسبانية. نشوفوا الوصفة توتو. ناخذوا طنجرة، نصبوا الزيت ونسخنوه، نزيد عليه شوية بصل مقصوص صغير وشوية فلفل مقصوص صغير وشوية طماطم مقصوصة صغيرة، ونزيدوها الجمبري والجلبانة اللي هي البازيلا، الفلفل الأسود، الكركم، الملح الأبيض والثوم الملحي والمعدنوس البقدونس وشوية فلفل أحمر شايح، ونزيدوا عليها الماء ونخلطوها ونشكشكوها ونخلطوها. نزيدوا عليها الروز اللي هو نصف مطبوخ، نحركوا شوية ونعملوا ورقة مدورة متاع ورقة الزبدة، ونعملوا نقبة ثقبة كيما المدخنة باش نخليه الفليفر كل موجود في وسط الروز. إن شاء الله تكون الروسيت متاعنا متاع اليوم عجبتكم. الروز على الطريقة الإسبانية ولا بالشريمس بالبازيلا، شفت كيفاش عملنا الورقة اللي هي مدخن، أوكي، مش تخليه يطيب بشوية شوية في الأخر بيكون نزيدوه شوية فلفل أحمر هكا بدينا وفيها الفيتامين. باي باي، كان معكم وفيق. تشاو تشاو.